بابا الفاتيكان صرح بتصريحات مثيرة للجدل بشأن المثليين للمرة الأولى، وقال تصريحات غاية في الغرابة على هامش إدلاؤه بتصريحات في أحد الأفلام الوثائقية اللي تم إعدادها مؤخرا. بابا الفاتيكان بيقول إن المثليين هم أبناء الرب ولهم الحق في تكوين أسرة. ده كلام بابا الفاتيكان. كشفت تقارير إعلامية في إيطاليا إنه بابا الفاتيكان فرانسيس الأول يؤيد توفير حماية قانونية للشراكات الحياتية بين مثلي الجنس. وكتبت وكالة الأنباء الإيطالية اليوم إن البابا يوم أربع إنه البابا البالغ من العمر 83 سنة قال هذا في فيلم وثائقي جديد للمخرج الروسي يفجيني أفيتيفسكي. بيشار إلى إنه الفيلم الوثائقي اللي كان بعنوان فرانسيسكو عن حياة وتعليم البابا الأرجنتيني عرض للمرة الأولى في مهرجان الأفلام في روما. ونقلت عدة وسائل إعلام عن بابا الفاتيكان قوله إنه المثليين لهم الحق في أن يكونوا في عائلة وهم أبناء الرب ولهم الحق في أسرة. وأضاف دون أن يذكر بلدا بعينه لابد أن نضع قانونا للشراكات المدنية. معنا للتعليق على هذا الأمر الدكتور حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. دكتور حسين مرحبا بحضرتك. حياك الله، أهلا وسهلا. حياك الله. ودعني أبدأ معك من التصريح الأخير الذي أدلى به بابا الفاتيكان حول المثليين وأنهم أبناء الرب وأن لهم الحق في تكوين أسرة وأن يكون لهم حماية مدنية. ما تعليقك على هذه التصريحات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على سيدي إمام النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. الحقيقة أنا يعني فزعت لمثل هذا التصريح الذي يأتي من بابا الفاتيكان وهو رأس الكنيسة الكاثوليكية، لأن هذا يعني يدعو إلى تفتيت الأسر ويدعو إلى الحقيقة ضياع البنية الأساسية الأسرة، وهو ما أكد عليه البابا نفسه من قبل وما أكد عليه آباء الكنيسة من قبله، بل إن في الديانة المسيحية في العهد القديم والعهد الجديد هناك نصوص تحرم يا سيدي هذا الفعل وتجرمه وتجعله فاحشة، وبتعبير آخر كما جاء رجس. والفاتيكان نفسه أصدر وثيقة من قبل يجرم هذا الفعل. أنا يعني لا أدري ماذا يعني بكلامي هذا، لأن الأمر ليس بالحقيقة بهذه السهولة أن يأتي من يعني قام على رأس الكنيسة بابا الفاتيكان، الكل من أبناء الكنيسة الكاثوليكية وغير من المسيحيين ينظرون إليه على أنه يعني كلامه كلام له وزن لم يكن كلاما مقدسا كما يرى الآخرون. نعم، يعني القرآن والإسلام عندما ينظر إلى قضية الشذوذ الجنسي تحديدا، وهي قضية من القضايا الشائكة والمثيرة للجدل، لكن الآن البعض يرصد إلى أنها باتت ظاهرة وأنها باتت موجودة وباتت أمرا واقعا في الكثير من دول العالم وخاصة الدول الأوروبية أيضا، وبات الكثير منهم يطالبون بحقوق مدنية ويطالبون بأن يكون لهم غطاء قانوني ينظم هذه الممارسات. كيف ينظر الإسلام إلى هذا الأمر؟ الإسلام يا سيدي حرم هذا الفعل وجعل له جريمة، حتى في نفس الجريمة اللي في الإسلام هي في المسيحية، ويرى أن هذا الأمر هو أشبه بإبادة جماعية للجنس البشري، لأن يعني الحقيقة نحن لو نظرنا إلى مآلات هذا الفعل، الإسلام عندما يجرم شيء لو إنسان تمحص أو يحرم شيء ما حرم شيئا إلا وفيه ضرر للبشرية على اختلاف أجناسها بعيدا عن لونها وبعيدا عن جنسها وبعيدا عن لغتها وأيا كانت البشرية. الذي ينظر بتمعن إلى هذا الفعل الفاحش يرى أنه في النهاية يصب إلى إبادة جماعية
للإنسانية، لأنه هو لو يعني اكتفى الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة على مدار سنين بعد ذلك لن ترى تناسل ولن ترى يعني أجيال تخرج. أنت ترى الآن الصين وترى الآن كثير من البلاد التي كانت تجرم يعني زيادة النسل وجدت أن هناك أمراض حدثت في المجتمع وأن هناك يعني أشياء تؤدي إلى انهيار المجتمع، لأن ما فيش أجيال تتعاقب ترث، فبالتالي يعني دعوا إلى تنشيط النسل وتكثيره يعني وجعلوا لذلك يعني جعلوا لذلك مكافآت وشيء من هذا القبيل. الإسلام يا سيدي كما قلت يعني حرم هذا الفعل، لكن دعنا نقول عندما يتكلم الفقهاء في كتبهم عن هذا الفعل يقولوا قد يكون إنسان مريض نبحث له عن علاج لا بأس ويعالج في 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 الإطار، لكن أن يشرع عن هذا الأمر حتى يصير يعني معترف به كهذه الخطورة هنا على الأسرة وعلى كما قلت النسل البشري. هذا ما يجادل به البعض دكتور حسين، يعني البعض يقول بأنه الشذوذ في بعض الجهات تعتبره مرضا وتسميه كمصطلح طبي البارافيليا، وأنه إذا كان مرضا وأن هناك جينات تتحكم في هذا الأمر فهو إذن ليس سلوكا مكتسبا وبالتالي لا يتم تجريمه. هو لا شك بعضه هذا وبعضه كذلك، يعني بعضه لا شك سلوك مكتسب نتيجة والعياذ بالله، يعني للأسف لو قعدنا نتكلم عن الوسائل التي أدت لظهور مثل هذا، هو يعني الأشياء التي جاء الإسلام ليحرمها حتى يحافظ ويعمل سياج على الأسرة، لما حصل ابتذال من المرأة لنفسها في المجتمع وحصلت يعني الأمور يعني التي يعني الإنسان يعني يخالف فيها الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، ابتدأ كما نرى يتفشى هذا الإلواء، بل بعضهم أيضا نوع ثالث من باب العناد ومن باب إثبات أن لا أنا لي حق ولي حرية وأنا أفعل ما أريد. هناك البعض هكذا يعني، وهم دول اللي بيحاولوا يعملوا كما يقولون شو إعلامي. شو إعلامي؟ لا، لابد أن يكون هناك حقوق للشذوذ، لابد أن يكون هناك حقوق للمثليين. مثلهم مثل، لابد أن يعقد القران في الكنيسة، لابد أن يباركه الإمام، لابد من هذه الأمور التي تخالف الفطرة. وكما كنت حضرتك في بدء حديثي، الأديان كلها لا تقبل أبدا مثل هذا، لأن ترى كما قلت لحضرتك هو دمار للمجتمع الذي لا يعقل المآلات التي تؤدي إلى يعني تؤدي إلى بالإنسانية إلى الضياع وإلى الهلاك. أنا أعتقد يعني محتاج إلى أن ينظر في العلم مرة أخرى ويتمعن في المستقبل. نعم.